أنا فاكر إن الجميل إبراهيم نصر اللي عاش عمره كله علشان يضحكنا، اللي كان رمضان بالنسبة لنا يعني زكية زكريا والكاميرا الخفية، وأكتر من 20 سنة فرحة ما عرفناش إنه مسيحي غير بعد وفاته، وعمل فينا آخر مقلب لما استنينا عند الجامع علشان نودعه وهو طلع من عند الكنيسة وفاجئنا كلنا. الحياة ما فيهاش خصومة، البشر ما تخلقوش أعداء، اتخلقنا شعوب وقبائل علشان نعرف بعض ونساعد بعض، نحتوي بعض ونكمل بعض. الإيد اللي بتتمد فوق الإيد علشان تبني مش بنسألها لونك إيه أو ديانتك إيه، الإيد دي بنشكرها وبس، بنضمها وبنحميها، وإيد فوق إيد يبقى اتحاد وقوة، تبقى مصر اللي حضنة كل المختلفين طول عمرها. عمر البلد دي ما كان فيها عصبية أو قبائل، اتربينا على إن الوصية لسبع جار، على إن الجار له حق علينا، الجار وبس بدون أي مسميات تانية. في رمضان كان طبق الكنافة بيطلع من الجار المسيحي للمسلم ويرجع الطبق يلف تاني على كل البيوت، يخبط على الباب بدون ما يهمه اللي هيفتح مين. أستاذ اللي علمني كان مسيحي، واللي علم المسيحي كان مسلم، الدكتور اللي علمني كان مسيحي، صاحب عمري كان مسيحي. كنا نحترم صيامهم وناكلش قدامهم، وهم في عز الحر ما يشربوش قدامنا.